لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئات، العراق يشهد واحدة من أكبر الأزمات المتعلقة بالأشخاص المفقودين في العالم. في صحيفة المدى، قاض أمريكي يطالب بغداد بدفع 140 مليون دولار لمدير شركة قتل في العراق. في موقع عربي 21، روسيا تعلن وقف إطلاق النار بإدلب وأردوغان يحذر. في القدس العربية عن نيويورك تايمز، الحلفاء في اليمن يحولون الحرب الأهلية إلى حروب متعددة. في صحيفة الشرق الأوسط، مجلس الأمن قلق من الاستيلاء على مؤسسات الدولة اليمنية. في العرب اللندنية، الميليشيات الشيعية تستكمل تبديد وهم ضبط فوضى السلاح في العراق. وفي البصائر، في يومهم العالمي، ذو مفقودي العراق يتشبثون بالأمل. السلام عليكم. روليتنا وراءه أحزاب وكتل وميليشيات ومافيات وغسيل أموال وغير ذلك الكثير، بل إن روليتنا لم تجرأ الدولة برمتها أن تتصدى له، بحسب تصريح السيد الخزعلي. المخدرات التي لم تكن جزءا من ثقافة العراق، كيف انقلب الأمر لتتصاعد الوتيرة إلى هذا الحد المرعب عندما حكم الإسلام السياسي تحديدا عن جرائم النظام الحالي، خاصة ملف المفقودين؟ كتب عبد الخالق الشاهر في صحيفة الزمان. الإسلام السياسي لن يكون إسلاماً واحداً على الإطلاق، فلا بد من أحزاب شيعية وأخرى سنية، ولا بد من دفاع عن المكون، ولا بد من مظلومية، وكذلك لا بد من دفاع عن الضحايا، ولا بد من إمام أعظم، ولا بد من أئمة معصومين، ولا بد من مرجعية خارجية لدولة شيعية وأخرى سنية، وبالتالي سيتم طمس ثقافة الوطن لتحل محلها ثقافة المكون، فيكون المكون ولكل مكون دولة، فنصبح دولة عميقة محتلة من دولتين ومعها أمريكا، لنصبح تحت احتلالات ثلاثة. فتصوروا دولة عميقة يتحكم بها سفراء ثلاثة، وبالتالي فإن على كل من يحلم بالقضاء على الطائفية أو يريد أن يخفيها كالسيد الحلبوسي أن يستمر غاطا بالنوم كي لا يفيق من حلمه، وعندما تبقى الطائفية أو الشرور فلا شر يزول، مع العلم إنها باقية طالما الإسلام السياسي هو الحاكم الأوحد. وللذين يحلمون بدولة مدنية عليهم أن يتذكروا فقط مصير سعد صالح جبر أو الدكتور غسان العطية الذي لم يحصل على نصف مقعد يوما ما، ويتذكر مصير كل غير الإسلاميين من الشيعة والسنة. وبالتالي فإن على كل من يحلم بالقضاء على الطائفية أو يريد أن يخفيها كالسيد الحلبوسي أن يستمر غاطا بالنوم كي لا يفيق من حلمه، وعندما تبقى الطائفية أم الشرور فلا شر يزول، إنها باقية طالما الإسلام السياسي هو الحاكم. وللذين يحلمون بدولة مدنية عليهم أن يتذكروا فقط مصير سعد صالح جبر أو الدكتور غسان العطية الذي لم يحصل على نصف مقعد يوما ما، ويتذكر مصير كل غير الإسلاميين من الشيعة والسنة. لم يمر العراق منذ تأسيسه عام 1921 بمثل ما يشهده الآن من تراجع وانهيار وكوارث وضعته في صدارة الدول الفاشلة التي تعاني من الفساد وهدر المال العام وانهيارات في التعليم والصحة والخدمات جراء فشل المشروع الأمريكي في العراق وطبقته السياسية التي حولته إلى بلد يعاني من البطالة والفقر والتخلف والمخدرات وهجرة نخبة وكفاءات العراق ومنقوص السيادة وعسكرة المجتمع بمخالب ميليشيات أخضعت المجتمع برمته إلى رؤيتها للحياة، ما أدخل العراق في خانق ربما لا يمكن الفكاك منه جراء الاستقواء بالسلاح وفرض إرادتها في المشهد السياسي.
وعندما نتحدث عن العراق الذي يعاني من هذه الأمراض المزمنة والكوارث، فإننا نتوقف عند إحصائية مفجعة وكارثية عن حال العراق رصدتها منظمة Human Rights Watch عن 14 من الأعوام الماضية. فيها من الإحصائيات التي تعكس حال العراق بعد السنوات العجاف التي مر بها، وما يقلق الحريصين على مستقبل العراق وأبنائه. هجرة نحو 4 ملايين عراقي موزعين على 64 دولة في بقاع الأرض، و4 ملايين و100 ألف نازح داخل العراق، و1,700,000 منهم يعيشون في مخيمات مختلفة. وطبقا للإحصائية، فإن أوضاع العراق خلفت 5,600,000 يتيم أعمارهم بين شهر إلى 17 عاما، ومليوني أرملة أعمارهن بين 15 إلى 52 عاما. وفيما كان العراق خاليا من الأمية والتخلف التعليمي بشهادة اليونسكو في سبعينيات القرن الماضي، فإن 6 ملايين عراقي لا يجيدون القراءة والكتابة، وتصدرت البصرة وبغداد والنجف وواسط والأنبار هذه النسبة، فيما بلغت نسبة البطالة نحو 31%، لا سيما محافظات الأنبار والمثنى وديالة وبابل في الصدارة، تليها بغداد وكربلاء ونينوى. نختم بالقول: هذا هو العراق الجديد الذي بشرت بقدومه إدارة بوش كنموذج للديمقراطية والرخاء، والذي تحول كابوسا وبلدا مستباحا تنخر جسده فيروسات الطائفية والفقر والتخلف ومنقوص السيادة، تتربع على سدته طبقة سياسية فشلت وأخفقت في شتى الميادين وتتحمل مسؤولية الأزمات والكوارث التي يمر بها العراق. من يتحمل مسؤولية فساد عدد مهم من المنافذ الحدودية؟ جانب من الجواب ينتظر من الجهات الحكومية المسؤولة، الجهات التشريعية والقضائية، والتي يفترض جميعها أن تعمد لإجراء المراقبة الدقيقة والمستمرة لحركة كل المنافذ الحدودية، وصولاً لحقيقة ما يحدث وتجنباً لتكرار أخطاء أو تجارب فاشلة سابقة. عن فساد المعابر الحدودية خاصة مع إيران كتب أحمد عبد الرزاق إشكارة في صحيفة المدى. سيكون موقف السلطات الفيدرالية ضعيف تجاه ما يحدث من واقع حال مؤسف ومستنكر ومعقد، يرتبط بتصاعد معدلات استشراء الفساد بكل أنواعه ومستوياته، ما يجعل الدولة العراقية تخسر مبالغ كبيرة كان يمكن توجيهها لرخاء العراق برمته. الأمر الذي يستوجب الشفافية والمحاسبة القانونية في التعامل للكشف عن الفاسدين بأسرع وقت ممكن، علما بأن ما يجري الحديث عليه في الآونة الأخيرة مجرد نماذج وأمثلة من ظاهرة أو منظومة كبيرة للفساد جعلت العراق يحتل آخر مقاعد النزاهة في التقارير الدولية. ظاهرة جعلت العراق عبر منافذه المتعددة وخاصة الشمالية والجنوبية منها بشكل خاص مع إيران مساحة أو ساحة يسهل من خلالها اختراق الجدار الأمني الذي يفترض صلابته واستدامته تعزيزاً للسيادة الوطنية العراقية، وما انتقال المخدرات والأدوية المنتهية الصلاحية والغذاء الفاسد إلا أمثلة محددة ومحدودة لا بد من تمحيصها والتبليغ عنها حال التأكد من حصولها. هذا وتشير بعض المصادر التي بحاجة للتأكد من معلوماتها حكومياً أن الواقع اليومي منذ سنوات في المنافذ الحدودية الحكومية الرسمية وغير الرسمية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإيرانية تكبد العراق خسائر تصل إلى أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي سنوياً. إن أمن وأمان وازدهار البلاد على المحاك طالما تستمر التدخلات غير المحمودة في ملف حيوي هو المنافذ المعابر الحدودية، حيث يستشري الفساد إلى درجات لا بد من معرفتها فعلياً، فساد بحاجة للاستئصال، إذ بدون ذلك لا يمكن تصور تحقق إنماء تقدم ازدهار اقتصادي مرحب بالاستثمار المنتج المبدع في تقنياته الحديثة للعراق والمنطقة تحقيقاً للتنمية الإنسانية المستدامة.
من الغريب والعجيب في عراق اليوم أن المسؤول لا يريد أن يأخذ بنصائح الخبراء والمختصين، خاصة الاقتصاديين منهم. والأغرب أن كل من تسلم المسؤولية منذ السقوط لا يفهم بالاقتصاد أو لا يريد أن يفهم، لأن المعرفة بالاقتصاد ودوره في البناء يعني التفكير جديا بإبعاد الفاسدين، وهم اليوم منتشرون في كل أروقة الدولة من الرأس إلى القاعدة، من الوزير إلى الأجير. هذا ما جاء في مقال للكاتب خليل إبراهيم العبيدي في موقع كتابات. وددنا بهذه المقدمة أن نقول أن لا أحد يعترض سواء من الوزراء أو النواب على فكرة الاقتراض لسد العجز في الميزانية، والكل يعلم أن ديون العراق باتت تفوق 140 مليار دولار. وقد تسرب مؤخراً أن خدمات هذه الديون وفوائدها تناهز 20 مليار دولار سنوياً، أي إن العراق يسدد سنوياً لقاء هذه القروض عائدات 3 أشهر من مبيعات نفطه. وهنا نود أن نذكر القارئ الكريم أن ديون النظام السابق كانت تبلغ 120 مليار دولار، أي أن النظام الجديد تجاوز مساوئ النظام السابق. وعند السقوط تم بفعل الضغط الأمريكي التعاون مع نادي باريس لجعل الديون بأقل مستوياتها، ومنها الدين الكويتي لقاء تعويضات الحرب على تلك الدولة الشقيقة. غير أن جهالة كل من تصدى للسلطة منذ السقوط بالاقتصاد وفساد ذمامهم وإقبالهم على تسخير ميزانيات 15 سنة الماضية لخدمة أحزابهم ومواليهم وحواشيهم، سواء بالتقاعد عن الخدمة الجهادية أو مكافأة نهاية الخدمة أو الرواتب العالية خلافاً لقواعد الخدمة المدنية، أو توزيع المناصب، أو اقتسام أراضي وعقارات الدولة، أو افتعال المشاريع الوهمية أو الدرجات الوهمية الفضائية كما يسمونها هم، أو افتعال الدرجات الوظيفية، مكافأة للموالين مثل درجة المستشار، أو تغيير مقاسات الدولة وفق مقاسات السلطة من أجل استحداث هذه الوزارة أو تلك الهيئة، وغيرها من الأفعال التي أدت إلى الكسب الحرام. لم يبنى مشروع ولم تقام مدرسة أو تشيد مستشفى، والمال ضاع بين كابينة فلان أو غباء علان. وصارت الموازنات المتضخمة بسبب جهاز الدولة المتخلف المترهل تصرف على الرواتب والأجور، ولا تقدم ولا عمران إلا لموكب هذا النائب أو ذاك العنوان. إن القروض الذي تسبب بها المسؤول هي مثلما للسيادة وعامل سلبي على درجة العراق الاقتصادية. كانت أنقرة تطمح إلى نظام إداري محلي في مدينة إدلب السورية وجوارها بالتعاون والتنسيق مع موسكو في إطار تفاهمات سوتشي، وتكون مشابهة للحالة القائمة في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، فوجدت نفسها أمام خطر تقدم قوات النظام إلى المربعين اللذين تشرف على شؤونهما بدعم وتشجيع الروسي تحت ذريعة الحرب على المجموعات الإرهابية والقوى المتطرفة. عن الوضع في إدلب كتب سمير صالح مقالا في صحيفة العربي الجديد. لم تكن أنقرة تتوقع أن تخبئ موسكو لها مفاجأة من العيار الثقيل في خان شيخون، وبهذا التخطيط والتحرك السريع كانت تستعد لسيناريو ما بعدما تأخرت في حسم موضوع مجموعات جبهة النصرة، لكنها لم تكن تراهن على قلب الطاولة وإيلامها روسيا بهذا الشكل. رددت القيادات التركية قبل أسابيع وفي أعقاب اتفاقية أنقرة مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة وشرق الفرات أن الأصابع ستبقى على الزناد هناك، تحسباً لما قد يعرقل التفاهمات، فأتتها الضربة من غربها، حيث استهدف النظام بدعم روسي القوات التركية وهدد نقاط المراقبة المنتشرة في مناطق خفض التصعيد، وأضرم النار في مسار العلاقات بين تركيا وحلفائها المحليين الذين ينسقون معها منذ بداية الثورة في سوريا. خيبت موسكو أمال أنقرة في رهانها على فرص التنسيق والتعاون بينهما في سوريا، ولكن القيادات التركية لم تكن تنتظر أن يجاهر الروس باستعدادهم ضرب كل التعهدات والاتفاقيات مع أنقرة بعرض الحائط، محملينها المسؤولية الكاملة لنتائج التطورات في إدلب. لافروف، سايكس، وبومبيو، بيكو
يستعدان للإعلان عن تاريخ التفاوض ومكانه تمهيدا لتقاسم الكعكة من دون نسيان حصة إسرائيل ثم توزيع ما تبقى. ويتساءل الكاتب: سيكون السيناريو الأصعب إذا ما قرر النظام بتشجيع الروسية الاقتراب من مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات بذريعة مطاردة الجماعات الإرهابية هناك، كيف ستتصرف أنقرة عندها؟ وما هي قيمة التفاهمات والتنسيق بين الدول الضامنة الثلاث بعد الآن؟ يبدو لمن يحاول أن يعرف حقيقة صفقة القرن أو صفقة العصر التي ظهرت تسريبات أمريكية حولها كما يطارد مجموعة من الأشباح والأوهام، اللافت للنظر أن العالم انشغل بها وأخذ يناقشها باحثون ومحللون وسياسيون وخبراء دون أن يكون بين أيديهم مادة رسمية يستندون إليها، والطرف الأمريكي تعمد لعبة الغموض والتأجيل، مقال للكاتب محسن محمد صالح في موقع عربي 21. لا يبدو الأمر سلوكا أمريكيا بريا، إذ إن كل المعطيات والتسريبات التي بين أيدينا والسلوك الأمريكي على الأرض يشيران إلى أنه ليس هناك صفقة حقيقية ولا تسوية تاريخية بين طرفين، وأننا أمام اسم زائف يحاول أن يبيع الأوهام، وأننا أمام سلوك تاجر وقح نذل يعلم أن بضاعته فاسدة لا سوق لها، فيلجأ إلى استخدام مصطلحات وشعارات رنانة فارغة من مضمونها، ويحاول أن يستفيد من حالة الغموض والشائعات والتسريبات لإيجاد بيئة فلسطينية وعربية متكيفة نفسيا مع متطلبات الصفقة، أو تشعر بالضعف والعجز أمام الشبح القادم الذي لا يمكن مقاومته أو تحديه. على ما يبدو فإن الطرف الأمريكي الذي يعلم أن مضامين صفقته مرفوضة فلسطينيا لجأ إلى تكتيك الالتفاف على الفلسطينيين من خلال التواصل مع الأنظمة العربية الفاعلة، مصر والسعودية والإمارات والأردن، وتحديدا ما يعرف بمحور الاعتدال العربي المعروف بارتباطه بالولايات المتحدة لتحقيق قبوله بالصفقة، وبالتالي عزل الطرف الفلسطيني والاستفراد به لفرض الصفقة عليه، وهو في الوقت نفسه يعمل على دمج إسرائيل في البيئة العربية وتطبيع علاقاتها الرسمية ويحولها إلى شرطي المنطقة دون ما حاجة لتسوية مع الفلسطينيين، وفي هذه البيئة يسهل الانتقال إلى تصفية القضية دون ضرورة الوصول إلى تسوية متفق عليها. بالرغم من خطورة الوضع وبالرغم من تغول المشروع الصهيوني وحالة الضعف والتخلف والانقسام العربي والإسلامي، فما زالت هناك عقبات كبيرة أمام الصفقة، وما زالت الأمة قادرة على إسقاطها وإفشالها، وما زال الشعب الفلسطيني صامدا وثابتا على أرضه، ولا تستطيع أمريكا ولا إسرائيل فرض إرادتها عليه، وسينتزع حقوقه طال الزمان أم قصر. يمثل قصر عمرة في البادية الأردنية ضمن محافظة الزرقاء يمثل أبرز الآثار الأموية حضوراً لجهة جماله الفني، وهو الأصغر بين هذه المعالم حتى أنه يسمى قصير مصغر قصر، ولجهة ارتباطه بتاريخ الصراع السياسي العربي، وأحد عناوينه صاحب القصر الخليفة الأموي الحادي عشر الوليد بن يزيد. لكن العثور على القصر عند نهايات القرن التاسع عشر على يد علماء آثار برئاسة الهنغاري ألويز موزيل سلط الضوء من جديد على تحفة استثنائية مليئة باللوحات على الجدران والسقوف، تاركا الرجل تاريخيا للمتصارعين على سيرته، وفاسحا المجال في عام 1985 ليصبح على لائحة التراث العالمي. يبقى قصر عمرة المكان الأكثر إغراء لمحبي الآثار ومتتبعي السير، إنه يشبه جنة سرية معزولة بعيدا عن الضجيج وعن التزامات السياسة والمجتمع، لا يدخله إلا الخاصة، وهو من الخارج خال من أي زخرفة،
ولأنه صغير بحجم ناد للنخبة لا توحي عمارته بالهيبة، وإنما بالأقواس ذات الارتفاع اللطيف التي تغطي مساحة داخلية خاصة تحت إمرة من اشتهر باسم خليع بني مروان. تم اكتشاف جمجمة مكتملة تقريبا لأحد أسلاف البشر في أثيوبيا عاش قبل أكثر من 3 ملايين عام، وتميز بخليط مثير للاهتمام من الخصائص التي تشبه القردة والبشر. وتلقي الجمجمة المكتشفة نظرة متعمقة على فترة محورية في تطور الجنس البشري الذي أدى في نهاية المطاف إلى ظهور الإنسان المعاصر بحسب وكالة رويترز. ويعد هذا النوع هو السلف المباشر للإنسان البدائي الذي تم التعرف عليه من الهيكل العظمي الجزئي الشهير المسمى لوسي، والذي جرى اكتشافه في عام 1974 على بعد 56 كيلومترا من الموقع الذي اكتشفت فيه هذه الجمجمة. وقال يوهانس هايل سلاسي عالم الحفريات البشرية في متحف كليفلاند المشارك للتاريخ الطبيعي في البحث: هذا اكتشاف يحدث مرة واحدة في العمر، لم يكن هناك شيء أكثر إثارة من ذلك. نحن نتحدث عن أكثر جمجمة مكتملة لأحد أسلاف البشر الأوائل يتم اكتشافها في تاريخ الحفريات البشرية، ويعود تاريخها إلى أكثر من 3 ملايين عام. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.